في إطار مجلدات الدولة وخاصة جهاز العدالة بخصوص مكافحة قضايا الاحتكار والمضاربة غير مشروعة في المواد الغذائية ذات الاستهلاك الوسائل، ليتم ضبط على مستوى السوق الشعبي بحي بشار الجديد 3 أشخاص، وهم كل من المدعوين باء عين، عين ألف وعين ميم، كون أنهم لا يحوزون على أي وثيقة أو وثائق إدارية تسمح لهم بممارسة هذا النشاط التجاري. على إثرها تم حجز السلعة المعروضة للبيع والمتمثلة في 1832 كيس من الحليب بسعة لتر واحد، التي يقومون بشرائها أو باقتنائها ب 25 دينار للكيس الواحد وإعادة بيعها ب 30 دينار للكيس الواحد. وبتاريخ اليوم 6 نوفمبر 2022، وبعد المحاكمة صدر حكم قضى على المتهمين عين ألف عين ميم باء عين بسبع سنوات حبس نافذ و700 ألف دينار غرامة نافذة، والحكم بمصادرة المحجوزات بما فيها المركبة المحجوزة أو الموضوعة بالمحشر البلدي، وبراءة المتهم راء ميم من جميع التهم المنسوبة إليه.